لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد بدر حمودي استطلع آراء زملائه أثناء تكريم هذا المنتخب. نتابع. تعال 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 بس مسح تعال شوك تزين بسفنج ماره بسفنج بصراوية. تحياتي لمشاهدين كرة اليوم، أني أخوكم اللاعب بدر حمودي راح أكون مراسل، تعالوا. السلام عليكم. سلام، أهلا وسهلا، شلونك؟ الحمد لله. احكي لي شنو الأجواء؟ الحمد لله بخير الأجواء، شوفت هاي الوجوه الطيبة كابتن حبيبي كابتن مصطفى. احكي لنا شوية على البطولة. على البطولة نقول الحمد لله والشكر، كانت مشاركة جيدة، قدمنا مستوى حلو. شكرا لك مصطفى، تعبتك. مصطفى حبيبي الحمد لله على السلامة. سلامك حبيبي، شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ شو وقت جيت من الديالة؟ توني وصلت والله، كنا بالتمر. الحمد لله على سلامتك قلبي. عمري بالدوري. احكي لنا مصطفى شوية. والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يمكن كرة اليد بهاي البطولة انتشرت بالعراق كله. الحمد لله اكو ناس اتجهت لها، واحنا نطمح الانديه ونطمح من الوزاره ونطمح من كل شيء يتجهون لهاي اللعبه. بالضبط، شكرا مصطفى حبيبي. طبعا محمد علي ما اجى ويانا بالبطوله لانه انصاب بالمعسكر التدريبي اللي صار بدوله قطر. حمودي شلونك؟ شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ بالله وشكر. احكي لي شنو الوضع، شعورك؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، انا اشكر اخوتي اللاعبين والكادر التدريبي وجميع اللي ساند واللي دعم هذا الفريق. هذا الدعم لازم كان يكون من البدايه. الحمد لله والشكر حبيبي. تدور. شكرا حمودي. شلونك علاوي؟ حبيبي بالدوري. علاوي العالم الحدث يحكون بمباراتك مع الكويت. الحمد لله والشكر، وهذا اقل شيء نقدمه للمنتخب ان شاء الله. علاوي بس احنا لازم نطالب سياده الوزير انه يزرع لك شعر. هاي والله بعلواء الله. شكرا علاوي.